بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء أشكر أركنت على التنظيم هذا وعلى الأسبوع هذا الحافل صراحة ب يعني محاضرات وبأسماء رنانة، فنشكركم على هذه الجهود، وإن شاء الله أنه الجهود هذه تستمر يعني في المستقبل القريب والبعيد إن شاء الله. أخوكم محمد الصرف، أنا حاصل على دكتوراه في الأبنية الخضراء والاستدامة. اليوم حكلمكم عن فرص وتحديات الأبنية الخضراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نبذة بسيطة فقط عن يعني الخلفية سواء العلمية أو المهنية. أحمل ماجستير في إدارة المشاريع من جامعة كوينزلاند للتقنية، بكالوريوس في العمارة من جامعة ملك فهد بترول المعادن. حاليا أعمل كمدير إقليمي للمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء في السعودية. لدينا مكتب إقليمي يعمل على كافة نطاق المشاريع والأبنية الخضراء في الشرق الأوسط، ومقره في دبي، فأنا ممثل في السعودية. طبعا كذلك يعني أعمل في عدة جهات سواء غير ربحية أو حكومية أو يعني دولية، مثل الـ International Real Estate Society والـ Pacific Rim Real Estate Society، هيئة السعودية للمهندسين وهكذا. طيب، بداية يعني إن شاء الله جميع السلايدات غالبا حتكون بالعربي، في بعض الإحصائيات وبعض الشرائح حتكون بالإنجليزي، بس أشرحها لكم إن شاء الله بالعربي. لكن بداية أخذكم في جولة من بداية الموضوع، إنه إيش الأبنية الخضراء، كيف بدأت، إيش مفاهيمها، إيش البنفيتس منها، يعني الفوائد، إيش التحديات اللي حنتكلم فيها. فالمبنى الأخضر بشكل يعني بسيط جدا هو عبارة عن مبنى يعمل في تصميمه أو تشييده أو تشغيله على تقليل التأثيرات السلبية أو إزالتها، ويمكن أن يخلق تأثيرات إيجابية على مناخنا وبيئتنا الطبيعية، وتحافظ المباني الخضراء على الموارد الطبيعية الثمينة وتحسن من جودة حياتنا. فممكن نقول إنه يعني المبنى الأخضر بشكل يعني عام إنه مبنى صديق للبيئة وصديق للإنسان، ونقدر نقول إنه موفر للتكاليف التشغيل بشكل عام. بالنسبة للمزايا، في ناس كثير بيسألون إيش المزايا المباني الخضراء؟ هشرح لكم يعني إيش الفرق أصلاً بين المباني التقليدية والمباني الخضراء. المباني التقليدية هي بشكل عام اللي إحنا جالسين يعني عايشين، غالباً عايش فيها، ممكن أقول 90-95% من الناس عايشين في مباني تقليدية، اللي ما تنظر للجانب مثلاً الاجتماعي. يعني إحنا كنا في يعني كم شهر السابقة كنا في الوقت الحظر نتيجة لجائحة كورونا، جرنا الله وإياكم منها. استوعبت الناس انه في مشكله في البيوت اللي احنا ساكنين فيها، استوعبت الناس انه والله ما في تهويه طبيعيه صحيحه، ما في اضاءه ما في اضاءه صحيحه، ما في متنفس. فهنا فعلا حنيجي احنا نميز ما بين المباني التقليديه والمباني الخضراء في اشياء بسيطه هذه عشناها احنا، يعني حسيناها. فعلى سبيل المثال، استخدام فعال للطاقه والمياه والموارد الاخرى، هذا بشكل طبيعي. مباني التقليدية غالبا ما يكون فيها إسراف في استخدام المياه والطاقة، فعلشان كذا مؤخرا بعض الجهات الحكومية صارت فيها إجباري قصة العزل وقصة يعني توفير الطاقة، وصار في جهات حكومية سواء في السعودية أو خارج السعودية، يعني نتكلم عن نطاق الشرق الأوسط. استخدام الطاقة المتجددة من أحد الميزات طبعا، يعني هذا شيء إيجابي وليس إجباري، إنه يكون في عندنا طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية. المباني الخضراء تحاول أنها تحد من التلوث وتحد من النفايات، فعندنا مبدأ اسمه الكريدل تو كريدل، أو من اللحد إلى اللحد، إنه المباني الخضراء دائما تنظر للمواد المستخدمة في المباني على دورة حياة المادة من مرحلة استخراج إلى مرحلة الانتهاء من الاستخدام، ولا تنتهي حياة المادة في هذه النهاية، لا، المفروض أنها ترجع بطريقة اللي هي إعادة تدوير، إعادة الاستخدام، إعادة تهيئة لاستخدام بشكل آخر أو خلافه. فهنا لما نتكلم عن إعادة التدوير، جودة الهواء في البيئة الداخلية، يعني زي ما قلت لكم، يعني لما كان في فترة الحظر الناس استوعبت، يعني فعلا وجدنا إنه في مشكلة عندنا في التهوية، وجدنا في مشكلة عندنا في الراحة الجسدية نتيجة لسوء التهوية. استخدام مواد غير سامة وأخلاقية ومستدامة، هنا لما نتكلم عن المواد اللي نستخدمها حتى مثلا في الأثاث،
الورق اللي نطبع عليه، الأشياء اللي نشرب منها، الأشياء اللي نأكل عليها، وهكذا. يعني كل شيء في حياتنا لما نتكلم فيه عن الاستدامة والمباني الخضراء أنه تكون خالية من المواد السامة، ويكون طريقة تصنيعها أخلاقي، بحيث أنه ما يتخلل أي يعني مخالفات بيئية ومخالفات إنسانية، أو حتى وصلت إلى مرحلة التجارب على الحيوانات وخلافه. مراعاة البيئة في التصميم والبناء والتشغيل، النظر في نوعية حياة شاغلي التصميم والبناء والتشغيل، وتصميم يتيح التكيف مع البيئة المتغيرة. فيعني هذه كلها نعتبر أنها تعتبر ميزات للمباني الخضراء. طبعا المباني الخضراء أنواع كثيرة نتطرق فيها. على سبيل المثال المباني السكنية، المباني التجارية، المباني المكاتب، الجامعات، المستشفيات. فهي بشكل بسيط نحاول أنها يعني تعتمد على استخدام ما في محيط بيئة المكان كمواد بناء أولية. فالبناء الأخضر غالبا ما يكون أحد معاييره أنه يستفيد من مواد البناء المحلية. بعض الجهات زي نظام الليد على سبيل المثال بتكلم لكم فيه في نهاية البرزنتيشن، يجبر أن المباني تكون تستورد مواد بناء في نطاق قطر معين. فعلى سبيل المثال 800 كيلو، يعني في بعض المعايير الدولية علشان نعتبر أن المادة محلية وتهيئ المبنى أنه يكون مبنى أخضر. تقنيات حديثة حنتكلم فيها عن يعني كيف أنه بعض التقنيات الحديثة اللي ممكن نستخدمها ترشح وتهيئ المبنى أن يكون مبنى أخضر. بعض المفاهيم زي ما ذكرنا حنا في الإيجابيات والمحاسن، اللي هو الإضاءة الطبيعية واستخدامها بشكل فعال، تحسين الإدارة البيئية، تحليل شامل الاحتياجات البيئية في التقسيمات الداخلية. فالمعماريين على سبيل المثال من أهمية تحقيقهم للمباني الخضراء أنه فعلا يدرسون حاجة الناس وحاجة مستخدمي المبنى. فمثلا العائلة مكونة من شخصين تختلف احتياجاتهم عن عائلة مكونة من 5 أشخاص، فما أقدر أنا أصمم بيت أو شقة أو فيلا بنفس المواصفات المقاييس لهذه العائلتين، لا. فأنا نحتاج أن نعمل تحليل شامل. استخدام الموارد الطبيعية زي ما قلنا، وأنها تكون مواد بناء مستدامة، عدم استخدام المواد الصناعية السامة، والكفاءة مهم جدا في جميع النواحي، سواء الكفاءة في استخدام الطاقة أو المياه. طبعا هذا بالنسبة للبناء الجديد، لكن بالنسبة للمباني اللي موجودة حاليا، في ناس كثير يسألون كيف نحن نعيد تهيئة المبنى بحيث أنه يكون مبنى أخضر. ثلاثة أشياء بسيطة نقدر نسويها: تحسين كفاءة الطاقة، ترشيد استهلاك المياه، وتحسين جودة الهواء الداخلي. هذه الثلاث أشياء ممكن من اليوم نسويها. طبعاً إذا فعلنا هذه الأشياء، يعني هي حتى تعطينا مجال إنه فعلاً نخطو خطوة إلى الأمام في قصة تصنيف المبنى إنه يكون صديق للبيئة، مستدام. أنا هتكلم عن الاستدامة إن شاء الله. فطبعاً اليوم ما شاء الله في متحدثين يعني حيتكلمون عن الاستدامة بشكل عام ومفصل. فهذه المبادئ كلها تعتبر من الأساسيات اللي ممكن الواحد يحول البيئة الداخلية للمبنى بحيث أنه يصبح مستدام وطريق إلى البناء الأخضر. طبعاً الناس برضو مهم جداً، عندنا قصة التوعية في عندنا نقص كبير فيها، وحشرح لكم هي أنها في أحد التحديات. لكن مهم جداً أنه نعرف أن المباني الخضراء تساهم في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 30%، وفي نسبة أعلى منها كمان. تقليل استهلاك المياه من 30% ما شاء الله، يعني في بعض الأمثلة وصلت إلى 90% من تقليل النفايات. عذرا دكتور، فصل آخر 15 ثانية معك الصوت قطع، فإذا ممكن تعيدها بعد إذنك، وحقفل الكاميرا لأنه الظاهر ساحب الإنترنت شوية. أوكي تفضل. أنا بس كنت بقول في النهاية هنا أنه هذه المعدلات تعتبر average، تعتبر متوسط، لكن في إحصائيات أنه في مباني حصلت على نسب أعلى، حنشوف بعض الأمثلة في نهاية البرزنتيشن. طبعا في سؤال يقول انه هل ممكن انه جميع المباني تكون خضراء؟ طبعا حاليا المباني كلها ليست خضراء، ولكن يجب ان تكون كذلك. زي ما ذكرت لكم انه احنا ما ننظر للمباني الخضراء على حصولها على شهاده او اعتراف دولي او محلي، لكن مباني خضراء هدفها تحسين البيئه على الثلاثه معايير، اللي هي البيئه الاجتماعيه، البيئه الاقتصاديه، والبيئه
اللي هي تعتبر الطبيعية، اللي هي الموارد الطبيعية اللي حوالينا، من محيطات، من جو. يعني احنا نتكلم عن التغير المناخي، نتكلم عن الاحتباس الحراري، هذه كلها تأثيرات نتيجة للبناء اللي احنا يعني عملناه في السنوات السابقة. طبعا زي ما ذكرنا انه نقدر احنا نعمل مبانينا خضراء في عدة طرق، احدها مثلا اتخاذ النهج الذكي للطاقة، حماية الموارد المائية، تقليم النفايات، تعزيز الصحة والرفاهية، الحفاظ على البيئة تكون خضراء، انشاء هياكل مرنة ومقاومة. يعني الآن حنا نتكلم عن الجائحة، جائحة كورونا، إنه مبانينا ما هي مستعدة لاستقبال مثل هذه التغيرات في البيئة. طبعاً البيئة الاجتماعية كلها تضررت، مبانينا ما كانت مستعدة أنها تستقبل هذا التغير من جميع النواحي. على سبيل المثال ما كانت يعني مبانينا مستعدة أنها تهيئ لنا بيئة صحية نعيش فيها في فترة الحجر على سبيل المثال. يعني طبعاً ما راح أحاول إني يعني أعدي هذه الشرائح، لكنها تشرح بالتفصيل إيش الطرق إنه كيف نجعل مبانينا خضراء. إن شاء الله حيتم مشاركة البرزنتيشن مع الأخوان، وممكن إنه يرجعوا له. من ناحية الموارد المائية، البيئة اللي حنا فيها في الشرق الأوسط تعتبر من أكثر المناطق اللي فيها موارد طبيعية شحيحة، فضروري جدا أنها تكون أحد أهم المعايير الأساسية في المباني وفي البيئة العمرانية تقليل استهلاك المياه. والحمد لله في مبادرات كثيرة سواء في السعودية أو في الشرق الأوسط ودول الخليج وخلافه. النفايات من أهم الأساسيات، يعني اللي إحنا المفروض إحنا ندرسها من الصغر للناس وللأطفال والمدارس وكل يعني الجهات المفروض تكون متعاونة في هذا الشيء. الصحة والرفاهية مهمة جدا. بعض الناس يقول إنه يعني الرفاهية من اسمها رفاهية، إنه ليش إنه أحتاج إنه يعني أصمم مكان أو أصمم جزء من المدينة للرفاهية، لكنه أساس الحياة وأساس استمرار جودة الحياة. الآن على سبيل المثال في عدة برامج سواء في الإمارات في السعودية عن برامج جودة الحياة وتحسين جودة الحياة، فهنا فعلا ندخل في هذه المعايير اللي نتكلمنا فيها من ناحية جودة الهواء، من ناحية جودة الإضاءة، جودة التصميم بحيث أنه يعطي الناس اللي تستخدم المكان الخصوصية اللي يحتاجونها، الطاقة من الإضاءة وخلافه. يعني النقطة الثالثة على سبيل المثال تصميم للأذنين والعينين. فأغلب المحلات التجارية وأغلب المستشفيات تغفل عن هذا الجانب، أنه كيف أنها ممكن تصمم بحيث أنها تجذب، مثلاً لو كنا في محلات تجارية كيف أنها تجذب الزبائن. فمن ناحية الصوتيات على سبيل المثال في المستشفيات وفي المدارس مهم جداً. فهذه أشياء بسيطة هي تعتبر أحد المعايير أو جزء من معايير الأبنية الخضراء. طبعاً مهم جداً حفاظ على بيئتنا الخضراء، أنها تكون صديقة للبيئة وما نأثر عليها، ونكون يعني نستخرج المواد منها بطريقة مستدامة. الهياكل تكون مرنة ومقاومة، معنات يعني أنها تكون مقاومة للبيئة بشكل عام، وتكون مرنة في استقبال تغيرات المناخ وتغيرات البيئة اللي حوالينا. فعلى سبيل المثال الكوارث الطبيعية، الفيضانات والزلازل والحرائق وغيرها. الأماكن أنها تكون يعني مرنة وديناميكية، ويكون فيها التوقع للتغيرات بمرور الوقت. مهم جدا العامل الإنساني في المجتمعات، إنه نحط له اعتبار مهم جدا، ونأخذ بعين الاعتبار احتياجات الناس من عدة نواحي، الاجتماعية الاقتصادية والبيئية وخلافه. الآن على سبيل المثال النقطة الأخيرة استكشاف إمكانيات كل من التقنيات الاتصال الذكية. الآن صرنا كلنا متصلين، يعني كل واحد الآن في جهازه متصل معنا. الله أعلم كم عدد الدول اللي مشاركينا اليوم. فهذا أبسط مثال على إنه المجتمع الإنساني والربط المجتمع الإنساني الآن صار سهل جدا وصار مهم جدا. زي ما ذكرت لكم في دورة حياة المبنى، إنه ننظر للحياة المبنى والمواد اللي نستخدمها في المبنى إنها دورة حياة غير منتهية. فالجراف هذا أو الرسم البياني هذا يوضح لكم إنه من مرحلة الاستخراج للرو ماتيريال أو المواد الخام إلى مرحلة تصنيع، مرحلة التغليف، مرحلة النقل للمبنى، مرحلة استخدام، إلى مرحلة الهدم والردم وخلافه. حنا عادة يعني غالبا 90% ننتهي إلى هذه المرحلة وخلاص، يعني it's done، يعني that's the life cycle، هذا دورة حياة المبنى. لكن لما نتكلم في الاستدامة وفي المباني الخضراء أنها تكون لا مستمرة،
ويكون في تعاون بين عدة جهات على أساس أنه تحقق فعلا هذا المبدأ. طبعا تطرقنا لها من ناحية الفوائد العامة بشكل كبير، لكن نبغى نسلط الضوء على بعض الفوائد اللي نتكلم فيها على الثلاث فئات، سواء بيئية واقتصادية واجتماعية. فمن ناحية بيئية بشكل عام، يعني الصورة يعني تتكلم عن 1000 كلمة، إنه لو حافظنا على البيئة بتوريد مواد تكون مستخرجة بطريقة مستدامة، تكون استخدامها بطريقة مستدامة، نوفر في التكاليف من أول يوم بحياة المبنى إلى نهاية آخر يوم في حياة المبنى وخلافه، فهذه كلها ممكن تقلل من الأضرار على البيئة. بعض الإحصائيات على مستوى العالم، على سبيل المثال، يتمتع قطاع البناء بالقدرة الأكبر على الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الدفيئة مقارنة بقطاعات الانبعاثات الرئيسية الأخرى. فعلى سبيل المثال، ممكن حنا نوفر من الانبعاثات الغازات سواء الحبيسة الحرارة، ثاني أكسيد الكربون على سبيل المثال، تصل إلى 84 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050. طبعا احنا لما نذكر هذا الشيء معنا، يعني احنا نحاول ان احنا نركز على فكره ضرر الطريقه اللي احنا نعيش فيها بشكل يومي على البيئه. ثقب الاوزون على سبيل المثال كيف صار؟ التغير المناخي اللي احنا نحس فيه بشكل يومي، ايش مشكلته؟ ليش عم نحس هذه التغيرات؟ قطاع البناء بشكل كبير مؤثر يعني اساسي في هذا التغير وهذا التحول. هذا من ناحية على مستوى العالم، لكن على مستوى المبنى من النواحي البيئية، على سبيل المثال شهادة جرين ستار في أستراليا أنها المباني أنتجت أنه 62% اللي مستخدمة هذا الشهادة اللي في أستراليا قللت انبعاثات غازات الدفيئة للحرارة، و 51% أقل من مياه الشرب مما لا تم تلبيتها لحد الأدنى من المتطلبات الصناعية. المجلس الهندي المباني الخضراء مثلا Indian Green Building Council، الشهادة اللي في المباني اللي عندهم توفر في الطاقة بنسبة 40-50% والمياه 20-30%. شهادة Green Star في جنوب أفريقيا توفر ما بين 30-40% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. شهادة الليد حنتكلم فيها بالتفصيل في الأخير، يعني هذا على سبيل المثال أنها تقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 25%-11% من المياه، هذا كأقل حد. فوائد اقتصادية بشكل طبيعي، لو خففنا تكاليف الاستهلاك في الطاقة وخففنا تكاليف استهلاك المياه، يعني بشكل بديهي انه حنوفر في التكاليف. حشرح لكم احد النقاط او احد التحديات بعد شوية على قصة انه الناس تفكر انه مبنى اخضر معناته تكلفة اكثر. هذا مبدأ مغلوط، يعني التفكير هذا يعتبر غلط. على مستوى العالم توفير الطاقة يقدر 280 إلى 410 مليار يورو من المدخرات على الإنفاق على الطاقة، طبعاً هذه الإحصائية في 2015. I'll try to skip لأنه عندنا أشياء نقدر يعني نشارككم فيها، لكن فيها أشياء مهمة أبغى أشرح لكم هي إن شاء الله. فوائد اجتماعية ذكرتها بشكل بسيط، لكن هنا بركز على الناس اللي تستخدم المبنى، مثلا العاملون في المكاتب الخضراء، الناس اللي تشتغل في مكاتب المباني الخضراء وتعتبر مصنفة أو محاصرة على شهادة. الشيء الأساسي فيها أنها الدراسة اللي تمت قاسوا فقط جودة الهواء الداخلي، وجدوا أنه نسبة التركيز وزيادة الإنتاجية 101% عن المعدل الطبيعي اللي هي يعني الاستذكار والتركيز وخلافه. وجدوا ايضا انه ان الموظفين اللي يشتغلون في المكاتب اللي تعتبر مباني خضراء وفيها نوافذ، مهم جدا ان تكون فيها نوافذ، مش ليس فقط للتهويه ولكن ايضا لربط المستخدم بالخارج، هذا من احد الاساسيات برضه ما تكون مهمه، انه كان معدل نومهم 46 دقيقه اضافيه في الليل، نوم مريح، يعني هذه الدراسه اثبتت ذلك. فهذا فقط من ناحيه جوده الهواء الداخلي كفائده اجتماعيه. طبعا عالميا في أنظمة، هذه ذكرتها لكم بشكل مبسط، الأنظمة الدولية لتقييم الاستدامة أو تقييم المباني الخضراء. طبعا في الشرق الأوسط فيه أنظمة كثيرة تستخدم، على سبيل المثال إيدج، ليد، جراسب، نستخدم الجرين ستار والإنرجي ستار، نستخدم البارك سمارت، نستخدم استدامة في الإمارات، نستخدم مستدامة وهكذا.
طبعا المباني الخضراء لها علاقة كبيرة بأهداف التنمية المستدامة، أهداف نحققها 17 هدف للوصول إلى فعليا تحقيق الاستدامة بوصول إلى 2030، وتقليل الآثار البيئية على سبيل المثال تقليل ارتفاع درجات الحرارة بمعدل كانت درجتين مئوية لكن الآن تم تعديلها لدرجة ونص مئوية. فالمباني الخضراء تدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتمثل هذه الأهداف تحديا للبشرية لفصل النمو الاقتصادي عن تغير المناخ والفقر وعدم المساواة. طبعا بشكل عام أهداف التنمية المستدامة وضعت من الأمم المتحدة، كان مسماها في عام 2000 تعتبر الأهداف الإنمائية للألفية من 2000 إلى 2015. من 2015 إلى 2030 سميت بأهداف التنمية المستدامة 17 هدف. طبعا الأهداف مترابطة وتؤثر، يعني جميع الأهداف تؤثر على بعضها البعض. الفكرة من هذه الأهداف طبعا، وليش مهم أني أشرح لكم أهداف التنمية المستدامة، لأنها عامل أساسي في تحقيق مبادئ الأبنية الخضراء في المنطقة. فتمثل أهداف التنمية المستدامة جدول أعمال شامل، وتعالج الأسباب الجذرية للفقر على سبيل المثال وتغير المناخي، فهي مهمة جدا تحقيقها لتحقيق فعلا طريقة إلى المباني الخضراء. هنا على سبيل المثال ذكرت لكم أحد الدراسات أنه في يمثل الأول من يناير 2016 علامة بارزة في جهودنا الجماعية لتعزيز الازدهار مع حماية الكوكب، حيث تمثل هذه الأهداف زي ما قلنا تحديا لفصل النمو الاقتصادي عن التغير المناخي والفقر وعدم المساواة. فزي ما ذكرت لكم أنه نبغى ننتقل من مرحلة فقط أن احنا ننظر للمبنى على أنه هيكل جامد، إلى أن ننظر للمبنى أنه جزء من حياتنا، أنه جزء حي حيساعدنا على حياة أفضل. فننظر له من ناحية مادية، من ناحية عملية، زي ما قلنا أنه ما هي بس أنها توفر فرصة لتوفير الطاقة والمياه وانبعاثات الكربون، ولكن للتعلم وخلق الوظائف، تقوية المجتمعات، تحسين الصحة والرفاهية، وأكثر من هذا بكثير. يعني الفوائد لا تعد ولا تحصى. فهي فعليا المباني الخضراء تعتبر حافز حقيقي لمعالجة بعض أكثر القضايا الحاحة في العالم. لكن 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة واسعة النطاق، وغالبا تدخل في أشياء اجتماعية وأشياء صحية على سبيل المثال القضاء على الجوع، لكن في أهداف حنذكرها لها علاقة مباشرة بالمباني الخضراء وكيف يمكن تحقيقها. فهنا على سبيل المثال المجلس العالمي للمباني الخضراء في دراسة مفصلة في عام 2018 و2019 وجدوا أن هذه الأهداف اللي جزء من أهداف 17 للتنمية المستدامة هي لها علاقة مباشرة بتحقيق المباني الخضراء. فالهدف الثالث اللي يعتبر عن الصحة والرفاهية، الهدف السابع اللي هو توفير الطاقة، الثامن اللي هو يعتبر في تحسين الإيكونومي والاقتصاد، التاسع Industry Innovation and Infrastructure اللي يعتبر البنية التحتية والتطور، رقم 11 علاقة مباشرة اللي تعتبر في المدن المستدامة والمجتمعات المستدامة، رقم 12 هو يعتبر من ناحية المواد والاستهلاك، 13 اللي هو التغير المناخي، 15 اللي هو الحياة على الأرض، و17 اللي هو يعتبر بالعلاقة والارتباطات يعني المشاركة ما بين جميع الجهات. فهذا على سبيل المثال نبذة عن كيف ممكن نحن نعمل ربط ما بين أهداف التنمية المستدامة 17 وتحقيق المباني الخضراء. إضافة على ذلك، المجلس العالمي للمباني الخضراء حلل ارتباط أهداف التنمية المستدامة على نوعين من المباني، المباني السكنية والمباني التجارية أو المكاتب. فعلى سبيل المثال المباني السكنية، التسعة أهداف هذه لها علاقة مباشرة بتحقيق المباني الخضراء أو مبادئ المباني الخضراء في المساكن. من ناحية المباني المكتبية فأيضا وجدوا هذه الأهداف لها علاقة وارتباطها وكيف أنه ممكن تحقق وتوصلنا إلى تحقيق جميع مبادئ المباني الخضراء. هنا على سبيل المثال اللي يحصل في السعودية على سبيل المثال في تحقيق أهداف الرؤية،
الأهداف هذه لها علاقة مباشرة بتحقيق الرؤية نفسها، رؤية المملكة 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للوصول إلى المباني الخضراء. فالهدف السادس، السابع، 11، 12، 15، والسابع عشر. فهذه 6 أهداف تم دراستها بشكل مكثف في مسودة الرؤية، وتم طرحها للعامة اللي ممكن يعني يشوفون التفاصيل فيها. طيب، هذه كلها كانت مقدمة، وعشان يعني أخليكم في الصورة إيش المباني الخضراء وإيش الإيجابيات وإيش اللي حاصل في العالم من إحصائيات وخلافه. الآن نتكلم في الفرص والتحديات، يعني على سبيل المثال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مستقبل الأبنية الخضراء يعتبر مستقبل زاهر بإذن الله، لكن حاليا تعتبر مباني خضراء تشكل حصة صغيرة من إجمالي البنية العمرانية بشكل عام. فبلغت الاستثمارات العالمية في المباني الخضراء 423 مليار دولار. تم انفاق 5 تريليون دولار على تشييد المباني وتجديدها في عام 2017. فهذه إحصائية، أنه في 2017 تم انفاق 5 تريليون. من هذه 5 تريليون 217 من القيمة العقارية الإجمالية. ف 5 من 217 تشوفون أنتم النسبة كيف، أنها قليلة جدا كحصة ل يعني التطوير والتشييد وإعادة ترميم للمباني الخضراء. لكن مع ذلك، وفقا لبعض التقديرات، من المتوقع أن ينمو سوق المباني الخضراء العالمي بمتوسط يزيد عن 10% سنويا ما بين 2017 و2023. فكل سنة حنشوف في زيادة 10% عن السنة السابقة. طبعا بالنسبة للقطاع البناء بشكل عام، البناء السكني يستحوذ على 60% وأكثر من حصة المباني بشكل عام. هذه الإحصائية في 2018، لكن ممكن كإحصائية أنها تزيد بمعدل 10% أو 11 تقريبا 11% بشكل سنوي إلى 2023. وأن متوقع أن ينمو القطاع الغير سكني من السوق معدل سنوي مركب يعني 9% خلال نفس الفترة اللي هي إلى 2023. طبعا من هنا حنبدا نشوف بعض الشرائح اللي هي بالانجليزي، لكن بشرحها لكم بالعربي ايش الهدف من مشاركتي لكم فيها. الاحصائيات هذه اللي هو يعتبر قيمه الاستثمار في المباني الخضراء في العالم. طبعا الاحصائيات هذه تعتبر خارج امريكا الشماليه، فعندنا على سبيل المثال اللي بركز فيها من ناحيه الشرق الاوسط وشمال افريقيا. فاللي اللون المخطط يعتبر اللي هو المباني السكنيه، واللون اللي غير مخطط او السوليد يعتبر مباني غير سكنيه اللي هي الكوميرشال. فطبعا هذه ب الرقم يو اس بليون دولارز، ف 686.5 بليون. طيب، فاللي كنت أشرحه في هذه الشريحة اللي تعتبر يعني زي ما ذكرت لكم مستقبل الأبنية الخضراء في المنطقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فالفكرة منها أنه مستقبل الأبنية الخضراء في المنطقة يعني زاهر بإذن الله، وحيكون يعني أحد الأسواق الرائدة في هذا المجال. فبس بشرح لكم بعض الإحصائيات. الشريحة هذه توضح أنه تقريبا 686 بليون دولار حيكون نسبة الاستثمار في المباني السكنية في الشرق الأوسط شمال أفريقيا، بينما تقريباً 450 بليون دولار راح يكون قيمة الاستثمار في المباني الغير سكنية اللي هي التجارية والمكاتب وخلافه. فهذا كقيمة استثمارات الآن في الوقت الراهن. طبعاً نوعية المباني اللي تعتبر أنها مقبلة على هذا الاستثمار مختلفة، فالشريحة تشرح لكم نوعية المباني وكمية الاستثمار في هذا النوع. فكمية الاستثمار في راح تكون يعني في سنة 2021 إلى 23 تقريبا 24.7 تريليون دولار. تنقسم غالب الاستثمار حيكون في المباني السكنية، لكن يعني في فرق بين المباني السكنية متعددة الوحدات والمباني السكنية اللي تعتبر سينجل اللي هي مثلا الفلل أو الشقق أو خلافه. فتقريبا ثلثين الاستثمار راح يكون في المباني السكنية، وبعد كذا يصير الاختلاف في عدة فئات أخرى زي المكاتب، التعليم، الجهات اللي هي الاستضافة والاستقبال زي الفنادق، التجارية، الصحية، والنقل، والمخازن وخلافه.
ضروري جدا انه يعني نكون جزء من هذا الاستثمار ونكون جزء من هذا السوق المزدهر باذن الله في المنطقه. هذه ذكرناها. طبعا نجي الان هذه بالنسبه للفرص ايش اللي راح يصير في المنطقه، لكن بالنسبه للعوائق او التحديات انه حاليا فيه تقريبا هذه الاربع اساسيات في كعوائق للسوق المباني الخضراء في المنطقه، انه اختلاف الحوافز والفوائد كبير جدا بين اللاعبين في السوق. فعلى سبيل المثال الجهات الحكوميه ايش الحوافز اللي تقدمها، او هل في حوافز اصلا او ما في، ايش الفوائد اللي تقدمها الجهات القطاع الخاص على سبيل المثال. ففي اختلاف كبير بين الحوافز والفوائد في هذا السوق. يتردد المطورون في استيعاب التكاليف الاضافيه للتصميم الاخضر عندما يدرك المالكون فوائد توفير الطاقه. فزي ما ذكرت انه غالب السوق في المباني الخضراء متجه الى المباني السكنيه، فكثيرا ما يكون المباني السكنيه يتم بنائها لاسباب تجاريه. فهنا فكرة المطور العقاري حيكون تفكيره أنه ليش أدفع تكاليف إضافية عشان أخليه سكن مبنى أخضر، بينما ممكن أوفر على نفسي يعني 20-30% من التكاليف، لكنه ما ينظر إلى دورة حياة المبنى أنه حيكون في توفير بعدين للكهرباء، حيكون في توفير المياه، حيكون في توفير بيئة صحية للناس. فهنا النقطة الثالثة، غالبا ما يركز الملاك على القدرة على تحمل التكاليف الفورية على مدخرات المرافق غير المؤكدة أو التقدير طويل الأجل. فأحد المعوقات الأساسية اللي هي الاستثمار، هل حيكون في بداية المرحلة للمبنى أو على المدى البعيد. إضافة على ذلك من ناحية البنوك والمصرفيون، في عندنا عائق كبير في هذا الشيء، أنه ما في تقديم لسيولة أو تمويل إضافي لتغطية تكاليف رأس المال الإضافية، خوف من زيادة مخاطر عدم السداد، حيث يترددون في إنشاء أنظمة للتحقق من صحة المدخرات إذا كان هناك خطة غير كافية للمباني الخضراء. فهنا نعتبر أنه هذه الأربعة المعايير أو العوائق الأساسية لتقدم وتطبيق الأبنية الخضراء في المنطقة. فراح أشرح لكم بعض التفاصيل إن شاء الله، بحاول أكمل على الوقت. في تطابق بين فترات الاحتفاظ القصيرة نسبياً بالأصول العقارية والعمر الطويل المبنى. فهي الفكرة هنا، لما أنا كمستثمر في قطاع عقاري دائما ننظر الى انه كمستثمر انا حملك المبنى مده تتراوح بين 7-10 سنوات، اوكي، كمستثمر او على بالي ما يعني بيع المبنى واستثمره، لكن دوره حياه المبنى فعليا تتراوح من 70-100 سنه. ففي فشل في التفكير في تحديد الاولويات. فانا كاولوياتي كمستثمر انه هدفي الربح العاجل، لكن كمستخدم المبنى ممكن استخدمه 10-15 سنه، لكن فعلياً المبنى حياته ممكن تكون من 70-100 سنة. فمهم جداً في الهدف 17 ذكرناه في أهداف التنمية المستدامة اللي هو التشارك والتعاون. فالتعاون هنا يكون بين جميع فئات المستخدم للمبنى، سواء من الجهة اللي تعمر وتصمم، الجهة اللي تستخدم، الجهة اللي تستثمر، وهكذا. فهنا الفكرة من اللاعبون في السوق أنه بحاجة فورية للاستثمار وبحاجة إلى التعاون والتشارك. من ناحية القدرات، لما نتكلم برضو من العقبات أو من العوائق التحديات اللي هي القدرات، سواء قدرات يعني مهنية أو قدرات فنية وذهنية. فالقدرات تنقصنا، اللي هي نقص المعرفة، ضعف أنظمة الإنفاذ، ما في عندنا عمالة ممكنها تنفذ هذه المعايير بالشكل المطلوب، المكاتب الهندسية ما عندها الوعي على سبيل المثال أنها تصمم بهذا الأسلوب. ف نقدر يعني نختصر هذا كله في كلمة واحدة اللي هو قلة الوعي. بناء على ذلك عملت دراسة في 2018، وإن شاء الله 2020 حنصدر دراسة جديدة بناء على هذه الدراسة، كل سنتين نعمل دراسة. فهذه العوائق الأساسية اللي تعتبر أكثر التحديات في العالم، الهاير فيرست كوست اللي هي القيمة البدائية تكون عالية، affordability اللي هي التوفير أنها تكون موفرة للناس أنها ممكن تشتري وتستأجر، lack of political support or incentives اللي هي الحوافز زي ما قلنا سواء من القطاع العام أو الخاص، و lack of public awareness اللي هو نقص الوعي العام. فعلى سبيل المثال في المعيار الأول أو في العائق الأول higher first cost، تقدرون تشوفون أنه global average 49%، السعودية على سبيل المثال كان إجابتهم في حدود 38% ذكروا وجاوبوا أنه هذا أحد العوائق، بينما الإمارات على سبيل المثال 29%،
وهكذا. يعني هذه الشرائح إن شاء الله حيتم مشاركتها لفائدتكم. بالنسبة للناحية الاقتصادية، كيف أن البنوك ممكن توفر مثلا عقود أو توفر قروض خضراء؟ هنا أحد البنوك على سبيل المثال، أحد الأبحاث اللي تمت ذكروا 5 نقاط أساسية على أساس أنه نحقق هذا الشيء. develop a green bond framework، أنه نشكل هيكل للعقود والقروض الخضراء. arrange an external review، أنه يتم مراجعتها من طرف ثالث. check for local subsidies and support، أنه نتأكد أنه هل في دعم من جهات محلية. بعد كده نصدر القرض أو الصك أو خلافه وهكذا. طبعا من ناحية الانترناشنال سيستمز اللي حنذكرها في الأبنية الخضراء كثيرة، لكن هنا حبيت بس أنه نوريكم الثلاثة أكثر استخداما، اللي هو البريام، النظام البريطاني. إج يعتبر أحد الأنظمة اللي أنا أشتغل معهم فيها في المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، ونظام الليد. فهذه أكثر الأنظمة استخداما. طبعا الأكثر انتشارا هو الليد، منتشر في 176 دولة، ثم يتبعه إج في 154 دولة، ثم البريام في 83 دولة. بحاول أمشي على عجالة أساس أني أعرف أن الوقت ما يداهمنا. طبعا من ناحية الفرص كثيرة جدا، زي ما ذكرنا حاليا في تقدم كبير في ناحية التكنولوجيا، من ناحية تقنيات البناء. هذه كلها راح تساعدنا في فعلا وصول لسوق عقار يعتبر من البناء الأخضر. أكثر 10 فرص لتطبيق المباني الخضراء في العالم بناء على الدراسة، يعني ذهبت لتقريبا 5000 عضو سواء مكاتب هندسية وخلافه، أنه وجدوا أنه الطلب حيزيد. فهذه في 2018 أنه 34% من المجيبين على الاستبيان أنه الطلب من الكلاينت أو من الزبون أو من العميل. ثم الاشتراطات البيئية، المباني الصحية، طلب السوق، أنه الشيء الصحيح اللي ممكن أسويه وهكذا. مقارنة هذه برضو بين الدول وبين الفرص اللي ذكرناها. فهنا client demand, environmental regulation، اشتراطات بيئية وخلافه، ومقارنة إجابة الدول على هذا الشيء. فمن ناحية الدول اللي في الشرق الأوسط شمال أفريقيا، عندنا السعودية على سبيل المثال في هذا المعيار جابت 20% من ناحية أنه طلب العميل أنه يكون مبنى مستدام أو صديق البيئة. برضو بعض المعايير تعتبر معايير أو أسباب اجتماعية، فذكرناها سابقا تعتبر من الأسباب الاقتصادية، لكن من الأسباب الاجتماعية تعتبر أنه يعني نتكلم عن الرفاهية والصحة العامة، نتكلم عن الإنتاجية وزيادة يعني التركيز على سبيل المثال في المباني المكتبية والدراسية. أبرز الأسباب البيئية، فحنا ذكرنا الاقتصادية والاجتماعية، والآن هذه البيئية، تقليل تكلف اللي هي الانرجي كونسومشن واستهلاك الطاقة، تقليل استهلاك على المصادر الطبيعية وحمايتها، استهلاك المياه. فهذه الثلاث معايير الأساسية دائما تجي في البداية زي كذا. طبعا في إحصائيات كثيرة على زي ما ذكرنا حنا المنافع لاستخدام المباني الخضراء، وفي هنا برضو دراسة في نفس الدراسة تمت على ما هي الأسباب اللي تمنع في استخدام المباني الخضراء. فزي ما ذكرنا أنه لا زال قلة الوعي عائق أساسي، وبناء عليه الناس حتفكر أنه too costly and timely، أنه حأدفع زيادة وأنه حيأخذ وقت أكثر لتطبيق المباني الخضراء، بينما في الحقيقة غير صحيح، غير واقعي، أنه في الحقيقة لا يكلف أكثر، والوقت هو نفسه في المباني زي ما هي في المباني التقليدية. طبعاً هذا من ناحية برضه مقارنة بين عدة دول، ومن ناحية الفوائد اللي ذكرناها الـ operating cost وخلافه. أوكي. برضو من ناحية الأجهزة أو الأنظمة اللي راح استخدمها في المبنى، إيش اللي أكثر مستخدم أو اللي أكثر متوقع أنه حيستخدم في المباني الخضراء؟ فبنيت الدراسة على 3 سنوات، 2015-2018، وإيش المتوقع راح يكون في 2022؟ طبعاً الـ countries with high percentage reporting using green building products and services، هذا برضو الدراسة تمت على مقارنة بين الدول واستخدام المواد اللي تعتبر صديقة للبيئة، مواد البناء.
عدد المشاريع اللي مبنية في الشرق الأوسط. طبعاً الدراسة تمت على الشرق الأوسط، لكن الإجابات غالباً جت من السعودية ومن الإمارات، فهذه الإجابات اللي وصلت. برضو من ناحية الأسباب على الثلاثة يعني مناطق اللي هو المينا ريجن بشكل عام والسعودية والإمارات، نفس الفكرة برضو في هذه الدراسة. فزي ما ذكرت أنه المستقبل زاهر بإذن الله، أنه حنكون بيئة عمرانية تعتبر صديقة البيئة وخضراء. زي ما ذكرنا التركيز أنه يكون على الدراسات حاليا وإنتاج الدراسات ورفع الوعي. على سبيل المثال يعني الجماعة ما قصروا في هذا الأسبوع، أسبوع العمارة يعتبر أحد الحوافز والعوامل فعلا اللي ممكن إحنا نوصل لتطبيق هذه المبادئ من ناحية اللي هو المعرفة ونقل المعرفة. أخيرا راح أتكلم عن اللي هو نظام الليد اللي مستخدم في السعودية وبعض المباني، يعطيكم مثال إيش اللي مستخدم أو إيش اللي حصلت على شهادة في المنطقة. طبعا كاستخدام للنظام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكثر المباني موجودة في الإمارات العربية المتحدة بعدد 2008 مبنى، يا أنها مسجلة أو حاصرة على الشهادة. طبعا هذه اللي تعتبر أنها موافقين عليها أصحابها أن حنا نصرح عنها، فالأعداد أكثر من كذا، لكن هذه الأعداد اللي حنا نقدر أن حنا نفصح عنها. السعودية تعتبر الثانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ب 1312 مبنى، ثم قطر، عمان، لبنان، الكويت، الأردن، مصر والبحرين. من ناحية المساحات برضو تعتبر الإمارات الأعلى، تزيد عن 60 مليون متر مربع من ناحية المساحات، ثم السعودية تقريبا 25 مليون متر مربع من ناحية المساحة في المباني الخضراء. من ناحية المحترفين في السعودية في الشرق الأوسط، أيضا كذلك تعتبر الإمارات العربية المتحدة هي رائدة والسباقة في هذا المجال، فيها تقريبا 2077 عضو محترف في الليد، ثم السعودية، ثم قطر وهكذا. فمن ناحية ليد الناس تسأل كيف ممكن حنا نطبق شهادة الليد. هي ليد تنفع لجميع الأماكن وجميع أنواع المباني. تقريبا حنا حاطين في نظام الليد فيه 21 فئة من المباني ممكن حنا نطبق فيها هذا النظام. حاليا في إصدار جديد الليد اسمه ليد فيرجن 4.1، يعتبر أكثر من فقط كريدتس. الناس اللي متعودة على الليد يعتبرون أنه كريدتس، لكن حاليا لا، حاليا صار مركز أكثر على الناس، على البيبل، على الاجتماع، على المجتمع بشكل عام. الهدف منه تكوين مجتمع صحي وسليم ومرن اللي ذكرناه في البداية، ومستدام ومقاوم للتغيرات سواء البيئية أو الاجتماعية والاقتصادية. أختم ببعض الأمثلة الموجودة في المنطقة. هذه جامعة الملك عبد الله في ثول في السعودية، كاوست حصلت على ليد بلاتينوم. هذا يعتبر أول مبنى حصل على ليد بلاتينيوم في الشرق الأوسط، يعني اللي هو مركز الابتكار لسابك في السعودية في الرياض. أيضا في نفس المنطقة لسابك كان اللي هو بيت الإبداع والابتكار، ليد بلاتينوم برضو. مركز الملك عبد الله للدراسات البترولية كاب سارك في الرياض ليد بلاتينوم. جامعة الأميرة نورة في الرياض برضو ليد جولد، ليد ذهبي. برج المدرة في الظهران في السعودية ليد بلاتينوم. مطار المدينة المنورة ليد جولد. الباسيفيك كنترول هيد كوارتر في دبي يعتبر من أفضل المباني محليا وإقليميا من ناحية التطبيق، وحصل على ليد بلاتينوم. ABN أمرو بانك كبيئة داخلية صنفت على أنها ليد جولد، فهذا بيئة داخلية المبنى وليس المبنى ككل. الداتش امبسي في الأردن برضو أحد المباني الممتازة، حصلت على ليد سيلفر. من ناحية المباني اللي في مصر على سبيل المثال، مكتب الاستشاري دار الهندسة العملاق، ما شاء الله المبنى حقهم جميل جدا، وهم من أكثر الناس اللي فعلا شغالين في تطبيق المباني الخضراء في المنطقة ككل وليس فقط في مصر، فلهم مشاريع ولهم يد في جميع المشاريع في المنطقة. أختم أنه يعني عندنا زي ما ذكرت في البداية أنظمة كثيرة تعتبر أنها أنظمة تقييم الاستدامة والمباني الخضراء، أشهرها في العالم اللي هو ليد واللي حنا ممكن نساعدكم فيها، لكن بعض المعايير وبعض الفئات اللي ممكن حنا نشتغل فيها مع بعض تعتبر يعني منفصلة عن الليد. ففي نظام ترو، بارك سمارت، بير، أرك، ويل، سستينبل سايتس، جراسبو، إدج.
شكرا لحسن استماعكم ومعلوماتي موجودة للتواصل، وأشكر الأخوان في أركنت. شكرا دكتور. هي كنت أقول لك أنا أهم حاجة موضوع التواصل، لأنه في كتير أسئلة على هذا الموضوع، يعني هذا الإيميل ظاهر على الشاشة. بسبب ضيق الوقت حناخد سؤال إجانا من أبرار. ذكرت في العرض أنه من العوائق الرئيسية للبيئة عمرانية صديقة البيئة الجهل وقلة الوعي، كيف بإمكاننا حل هذه المشكلة ورفع نسبة الوعي لنطاق واسع؟ طبعا بالإضافة لموضوع المؤتمرات اللي بتعملوها أنتو كليد أو حتى المباني الخضراء الأمريكية إلى آخره. نعم، سؤال جيد، وهو فعلا يعني يكون أكبر عائق دائما حنا نواجهه. يعني أنا عملت دراسات من 2010 إلى الآن ولا زلت أعمل الدراسات في نفس هذا السبب، أنه في قلة الوعي. فنحتاج أن حنا نتعاون بشكل كبير، يعني كولكتيف كمجتمع متكامل، في فعلا حنا نوصل لمجتمع مثقف. فعلى سبيل المثال، الجهود اللي نعملها في السعودية تم التعاون مع عدة جهات حكومية ومهنية، على سبيل المثال الهيئة السعودية للمهندسين، جمعية علوم العمران السعودية، نتعاون مع عدة جهات لها علاقة بالعمران والعمارة زي أركنت على سبيل المثال. فما نقدر احنا يعني يد واحدة ما تصفق، فنحتاج الجميع انه يتعاون معنا. فمعلوماتي للتواصل معكم، نسعد بالتعاون على رفع مستوى الوعي. نحن نتعاون برضو على مستوى الجامعات والمدارس، فبرامج التعليم موجودة، لكن نحتاج من يوصلها للناس، نحتاج من يعاوننا ومن يعني يساعدنا في نقل المعرفة. فحنا كبيت خبرة، كمجلس أمريكا الأبنية الخضراء، المواد التعليمية والحقائب التعليمية كلها موجودة متوفرة، لكن نحتاج فعلا طريقة لإيصالها للناس. فممكن أقول الإجابة ببساطة لحل هذا العائق هو التعاون. طيب، شكرا لك دكتور محمد على مشاركتك معنا وطرحك الرائع. الله يعطيكم العافية، وشكرا لكم على تحت الوصف. نراك آخر، مع السلامة.